أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الحوار مع جانلو. حقق التعليم العالي الصيني إنجازات مهمة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، خاصة بعد تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح لتصبح الصين دولة كبيرة في التعليم، ولكنها لا تزال بعيدة عن أن تكون دولة قوية في مجال التعليم العالي. مع الدخول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عصرا جديدا، ازدادت حاجة الشعب إلى موارد تعليمية ذات جودة عالية، ما أوجه الاختلاف بين الجامعات الصينية وغيرها من الجامعات المصنفة ضمن المراتب الأولى. وكيف يمكن للجامعات الصينية أن تلحق بالجامعات المعروفة عالميا؟ هذه الأسئلة أطرحها اليوم على ضيفين كلمان في استوديو معنا، هما دكتورة وي تشي رونغ، أستاذة من جامعة الدراسات الدولية ببكين. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأستاذ ليوان تشين، خبير الشؤون الدولية. أهلا بكم أيضا. أهلا وسهلا. أهلا. فنبدأ الحوار اليوم بعد متابعة تقرير التالي. أصدرت الحكومة الصينية وثيقة جديدة مؤخرا حول إصلاح التعليم من أجل إدراج المزيد من محتويات التعليم الأخلاقي في مناهجها الدراسية وخلق عقول أكثر ابتكارا. وذكرت الوثيقة، وهي وثيقة مشتركة أصدرها كل من المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة، أن التعليم الأخلاقي يجب أن يدرج ضمن مناهج كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة والجامعات ومعاهد التعليم العالي، وتوجيه الطلاب لدعم قيادة الحزب الشيوعي الصيني بقوة. ووعدت الوثيقة بتخصيص المزيد من الموارد التعليمية لجماهير القوميات اللقالية. كما أوضحت الوثيقة أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي أن تناضل لغرس مهارات الابتكار والاختصاصات المتعددة، وستتم زيادة الدعم البحوث الخاصة بالعلوم الأساسية. وحسب آخر الإحصاءات، فإن عدد المؤسسات التعليمية في الصين بلغ 512,000 مدرسة إلى غاية عام 2016، وهناك 265 مليون طالب يدرسون في مختلف المستويات والمؤهلات الدراسية، و53 مليون شخص مسجلون في نظام التعليم دون المؤهلات الدراسية. وقد تجاوزت حصة الإنفاق المالي الوطني على التعليم من عام 2012 إلى عام 2016 4% من الناتج المحلي لخمس سنوات متتالية. فأستاذ لي، نبدأ الحوار معك. ففي تقرير الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم قبل يومين، أشار إلى أن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية قد دخلت في مرحلة أو حقبة جديدة، وتناقض الرئيسية في المجتمع الصيني الآن هو تناقض بين تطلع الشعب الصيني إلى حياة جميلة وبين تنمية غير المتوازنة ولا الكافية. فلا شك أن الموارد التعليم العالي الجيدة هذا من الحياة الجميلة للشعب الصيني أيضا. فكيف تقدر النمو والتوزيع لموارد التعليم العالي في الصين الآن، وأي المجالات التي تتطلب إصلاحا أكثر؟ في الحقيقة أن التعليم العالي في الصين يرجع إلى أكثر من 100 سنة، يعني عنده أساسيات وعنده تاريخ ليست بقصيرة إلى عهد تشين الملكية، وخاصة بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية منذ أواخر الأربعينات من القرن الماضي. قد ساهم قضية، ممكن نقول قضية التعليم العالي قدمت مساهمة كبيرة جدا في نمو اقتصاد الوطني وفي تعليم العلوم لشعب الصين هذا. وممكن نقول أننا قبل تأسيس الجمهورية في الثلاثينات والأربعينات حتى أواخر الأربعينات كان 90% من الشعب الصيني من الروميين، يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة هذا، ولكن قد قدم مساهمة كبيرة، وقد تم تعميم التعليم حتى التعليم العالي في عموم الصين. هذا مساهمة لا بديل لها في التطورات الوطنية في الصين الجديدة. ولكن نقول أيضا في نفس الوقت نعترف بأننا مع أننا في يعني دولة الصين دولة كبرى في التعليم العالي، ولكن لا تزال لم تكن دولة
قوية في هذا المجال. بسبب هناك، لأن هناك في مفهوم، يمكن مفهوم غير صحيح تماما وغير متماشي مع التطورات العالمية في هذا المجال، في التعليم العالي في البلدان الأخرى في العالم، خاصة في بعض الدول المتقدمة تعليميا. لأن الآن مع أننا نسبة اللحاق أو قبول في الجامعات قد بلغ 15% الآن، هذا نسبة ليست صغيرة تقارنا مع دول أخرى خاصة الدول النامية هذا. ولكن بعض الدول المتقدمة مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية قد بلغ أكثر من 70% حتى 80%، هذا نسبة عالية جدا. هذا هدف من أهدافنا أيضا في تطوير النمو التعليم العالي أيضا. فالأكبر هذا كما سألتي هذا توزيع الموارد، توزيع الموارد حتى الآن غير سليم وغير متوازن ممكن نقول، لأن أولا غير متوازن إقليميا، لأن على أوضاع تطورات اقتصادية في بعض الأقاليم والمناطق والمقاطعات مثلا في الشرق والجنوب يشهد تطورا وتقدما أكثر، أما في الغرب وفي في الشمال يمكن يكون متأخرا نسبيا، خاصة في الشمال الغربي في منطقة وجنوب الغربي متخلفا نسبيا. فهذا توزيع غير سليم، هذا أول. والثاني غير متوازن في التخصصات، يمكن بعض التخصصات موجودة في الصين في تاريخ وأيضا عندها أساسيات قوية فنطورها باستمرار حتى زاد من اللازم، زاد من اللازم. يمكن بعض المتخرجين لا يجد الوظائف بعد تخرج بسبب زيادة مفرطة في هذه التخصصات، ولكن في نفس الوقت بعض التخصصات نادرة وأيضا في حاجة ماسة جدا في نمو الاقتصاد الوطني حتى في العالم. لم يكن هذا التخصصات أو على الأقل لم يكن هذا التخصص على مستوى مرتفع على مستوى رفيع. هذا هو حالة الحقيقية وضع الحقيقية لتوزيع الموارد في التعليم العالي. طبعا الآن أمامنا مهمة رئيسية هو القيام بإصلاح الهيكلي، بإصلاح الآلي. أهم الإصلاح هو إصلاح لتغيير نمط مزاولة التعليم العالي الآن. طبعا يشمل 5 المهمات الرئيسية في الوقت الحاضر على ما أعتقد. الأول تعزيز وتحسين قيادة للحزب الشيوعي الصيني، هذا بلا شك خاصة بعد اختتام المؤتمر الوطني 19 قد تأكد اللجنة المركزية مرة أخرى خاصة برئيس شي جين بينغ كما تكلمت، تأكد مرارا وتكرارا على اهتمام بالغ وخاصة لتطوير التعليم العالي في بلدنا. يجب أن يكون التعليم العالي في الصفوف المتقدمة، أو يجب أن يكون رائدة بين المجالات الأخرى، هذا الأول. والثاني يجب القيام هناك في الإصلاحات الداخلية خاصة الهيكلية هذا، لأن يكون هناك آليات والأنظمة متكاملة نسبيا، هذا ثاني. وثالث يجب أن يكون هناك بعض الحلقات حاسمة، يجب أن يكون تحسين وتعديل ويكون متماشية متوافقة مع طلبات الأوضاع في داخل البلاد، هذا الثالث. والرابع يكون هناك نظام أو آلية ثابتة لاشتراك اجتماعية، لأن يعني الاجتماع يمكن في عناصر عوامل أخرى بما فيها مؤسسات بما فيها معاهد أخرى بما فيها عناصر أيضا، يجب أن يكون هناك فرصة لسماحهم لاشتراك. هذا الرابع. الخامسة تشجيع للتعاون الدولي، هذا لابد منه أيضا. نعم، شكرا جزيلا لأستاذ لي. فدكتور فو عفوا دكتورة وي، نعرف أن يعني بناء جامعات وتخصصات من الدرجة الأولى عالميا دائما يحظى بدعم الحكومة والحزب على مدى طويلة،
فانطلقت مشروعات تعليمية مثل مشروع 211 ومشروع 985 منذ 20 سنة. فكأستاذة في الجامعة، هل شعرت بأن هذه المشروعات قد حققت إنجازات لرفع مستوى التعليم العالي في الصين؟ أوكي. هذا سؤال جميل جدا. أولا أفضل أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم بشكل موجز عن خلفية تسمية المشروع يسمى 211 وكذلك مشروع 985. حقيقة الأمر أن مشروع 211 فلم يمكننا أن نسميها بهذا الطريق، ويمكننا أن نقول المشروع 211 معناه يعني هذا الفكرة، هذه الفكرة كانت طرحها في عام 1995 يعني لمواجهة متطلبات القرن 21. ثم يعني تحاول الصين أن تحدد بعض الجامعات، يعني في البداية تحديد 100 جامعة لي يعني يتقدم بمستوى عالمي ليظهر تفوق يعني الصين من ناحية التعليم العالي. أما مشروع 985 فتم تسمية هذا المشروع لأنه مطروح في اليوم الرابع من مايو عام 1998، حيث قام الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين لحضور الاحتفال بذكرى المئوية لتأسيس جامعة بكين. لذلك تم طرح هذين المفهوم يعني. ثم يعني أتبع هذين المشروعين قدم مساهمات جليلة جدا في تقدم الجامعات الصينية في الصفوف إلى الأمام ليلحق بمستوى العالمي. ويمكننا أن نعلم حاليا قد طرح الفكرة الجديدة عن الخطة الاستراتيجية، يعني بناء جامعات والتخصصات من الدرجة الأولى وباللغة الصينية يعني شوان يليو. وهذه الخطة هو ليست استنساخ للمشروعين السابقين، بل هو خطة شاملة ابتكارية يعني سوف يجعل التعليم العالي الصيني يتقدم إلى الأمام. وهذه الخطة قد تسب قوة دافع جبارة في قضية تطور الجامعات الصينية. فقد شاهدنا يعني أنفسنا التغيرات والمنجزات المحققة في مجال التعليم العالي في السنوات الماضية، مثلا من حيث الاهتمام بالعلوم وكذلك تربية الأكفاء. فيمكننا أن نلاحظ اتخاذ تمسك بالخصائص الصينية والدرجة الأولى كنواة أو نقول جوهر لأعمال التعليم العالي الصينية. وثانيا اعتبار يعني تربية الأكفاء وترسيخ الأخلاق كعماد قوي لهذه الأعمال أيضا. والأخير يعني ممكن نلاحظ أن نجعل خدمة المجتمع والتنمية المدفوعة بالابتكار مكانة بارزة جدا في أعمال التعليم العالي الصينية. ثم من ناحية الاجتماعية والاقتصادية، قد عرفنا أن وضع الصينية الاقتصادية حاليا قد دخل إلى وضع طبيعي جديد، حيث قامت الدولة بتخطيط شاملة النمو الاقتصادي يتمثل في الشوامل الأربعة وترتيبات يسمى التكامل الخماسي. يعني هذا التطور في ناحية الاقتصادية تحتاج إلى التطوير المزيد في التعليم العالي، لأن التعليم في النهاية هو خدمة تقدم المجتمع، فلا بد للتعليم العالي أن يتواكب هذه التيارات لتقدم الإسهامات أكثر.
وخلاصة القول نقول إن الجامعات هي منارة ثقافة، وكذلك هي متمتعة بالنشاط والحيوية ومفعمة بالذكاء، ويعني نقول الذكاء، وأيضا ذكاء. يسمى مصدر لروحه. لذلك يعني دائما نهتم بموضوع تقدم وتنمية الجامعات كثيرة، وأثق بأن هذه الخطة أكيد سوف يعني تقدم مساهمة جليلة جدا في الارتقاء بمستوى التعليم العالي نعم، الصيني. شكرا جزيلا. نعم. فحول هذا الموضوع نواصل المناقشة بعد الفاصل. اليوم نتحدث عن الإصلاح للتعليم العالي في الصين. فأستاذ لي، نعم. نعرف يقول الرئيس جامعة تسينغهوا من أفضل الجامعات في الصين، قال إن يعني فجوة بين الجامعات الصينية وأفضل الجامعات في العالم، فجوة ثقافية وفكرية ونظامية. نعم. إن أفضل الجامعات في العالم ليست مجموعة من المؤشرات والمعايير. نعم. نحن نعرف أن الصين منذ يعني تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح ارتفعت قوتها الشاملة حتى أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. صح. ولكن في الوقت نفسه وجدنا أن كثير من الصينيين خاصة الأثرياء يفضلون إرسال أولادهم إلى الخارج للدراسة. فكيف يتماشى مستوى التعليم العالي في الصين مع تنمية الاقتصاد في حلب البلاد؟ نعم، في الواقع أن هناك طبعا عدة أساسيات منذ أكثر من 100 سنة كما تكلمنا في أول سؤال، ولكن نعترف أيضا في نفس الوقت بأن هناك فجوة بين مستوى تعليم في الصين وأيضا مستوى التعليم في العالم، خاصة في بعض الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا. والفجوة من ناحية الفترة تقريبا 60 سنة، هذا هو معروف لدى العلماء المتخصصين بالبحث والدراسة في موضوع تعليم في عموم العالم، هذا 60. أما من ناحية هذا من ناحية المواد يمكن ينقصنا أكثر، يعني مواد أو التخصصات المهمة الموجودة في تلك الجامعات ولم يكن موجودة ولم يبدأ تعليم حتى الآن في بلدنا، هذا هو من ناحيتين هناك فجوة. الفرق أو الخلاف بيننا وبين هذه الدول المتقدمة، أعتقد هناك في جانبين بصورة رئيسية. الجانب الأول في ناحية الفهم، المفهوم يمكن معظم الناس في الصين سابقا يفهمون أن التعليم أو تنمية أو تطوير التعليم أو تعزيز التعليم يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى دعم المالي من قبل الحكومة أو من قبل المجتمع، ولكن في الحقيقة لم يفهم جيدا هذا مفهوم ناشرة منشورة أو منتشرة في الدول الأخرى المتقدمة. هم يعترفون بأن هناك يحتاج إلى تمويل ودعم مالي، ولكن في نفس الوقت هناك تطوير تعليم العالي يساعد أو يساهم في الإنتاج في الإنتاج وفي تطورات الاقتصاد الوطني مباشرة. هذا الأول، مباشرة يستطيع يخرج الدفعة متزايدة من المتخرجين، من العلماء، من الباحثين، من الشباب الممتازين، هذا مساهمة مباشرة. وأيضا أن تطوير التعليم العالي تطور المجالات أخرى أيضا، يعني هناك يحتاج إلى مجالات واسعة في الخدمات، على مثال ذلك المواصلات والإرسالات وحتى الطباعات، هذا المطبوعات، كل هذه أشياء متعلقة بالتطورات التعليم العالي، وهذا ممكن نقول مساهمة للنمو الاقتصادي الوطني غير مباشرة. فالمباشرة وغير مباشرة هناك مساهمات موجودة، ولكن لم نفهم جيدا سابقا، هذا من ناحية الفهم نظريا. أما من ناحية تطبيقية كما رأينا، وأنا شعرت لذا كنت
خريجي من الجامعة أيضا، درست أنا في جامعة، وأيضا سبق لي أن أعلمت بعض المواد في الجامعات أيضا بعدما دخلت الهيئات والشركات، وشعرت ولاحظت رأيت ذلك أيضا، لأن التعليم في الصين في الجامعات هو مجرد استماع من طلبة يستمعون إلى الدراسة، ولم يكن هناك حرية كافية للقيام بالمفاوضات بالتفكير أو بالتقدير، لم يكن هكذا. هذا يختلف عن الأوضاع في البلدان المتقدمة، هذا نظريا وتطبيقيا هناك في فرق كبير، فيجب أن نركز الجهود لتقوية الفهم الصحيح وأيضا لتطبيق بعض العمليات المضبوطة المتطورة وصالحة لتطوير التعليم العالي وصالحة لتربية دفعة جديدة من المتخرجين الشباب. طبعا بالإضافة إلى الفجوة الفكرية والثقافية والنظامية، يبدو أن كل الجامعة من الجامعات المعروفة عالميا لها فكرة واضحة لمكانتها واتجاهها. مثلا هارفارد جامعة شاملة تدمج تخصصات عديدة وتدمج ما بين التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية. وأما معهد ماساتشوستس التكنولوجيا أي إم آي تي فتركز على يعني التخصصات العلمية والهندسية. فدكتورة وي، كيف تجد الجامعات الصينية مكانتها المتميزة لدفع نموها المتميز في المستقبل؟ هل ستتحول كل الجامعة إلى جامعة شاملة؟ لأن معظم الجامعات الآن تعمل على تأسيس تخصصات جديدة. نعم، أنا ما أعتقد أن بناء الجامعات الصينية لابد أن تقوم احترام قوانين التعليم وكذلك يلتزم به، وأيضا التعليم الصيني يجب أن يتطابق مع متطلبات واقعية من المجتمع ومن بناء دولة، وهذا مهم جدا. ولكن النقاط الأهم منها هو معالجة أو تنسيق العلاقة بين دولة والجامعات. يعني دولة ممكن تظهر دورها في مثلا إرشاد التوجيه العلمي أو الاتجاه الرئيسي، وكذلك تحديد بعض المعايير لبناء الجامعات، وكذلك يعني تقدم الضمان لجودة التعليم. ولكن في نفس الوقت لا يمكنها أن تتدخل في إدارة الجامعات، بل الجامعات يعني عليها أن تتمتع بالحق الخاص لترتيب مثلا كيفية تصميم التخصصات وكذلك إدارة المعلمين والطلاب في مجال مثلا البحث العلمي وتربية الأكفاء. يعني أولا نقول كل الموضوع المتعلق بتربية الأكفاء من اللازم أن يتطالب مع متطلبات المجتمع، وثانيا وضع نقول قائمة واضحة جدا للتخصصات، وكما تكون هذه القائمة بشكل مرن يعني يتعدل مع مرور الوقت، لا يعني قائمة ثابتة لن تتغير. ذلك لأن بعض التخصصات مثل قال الأستاذ اللي قبل قليل، بعض التخصصات قد لا تجد فرص توظيف في المجتمع، فلن نترك هذه التخصصات تبقى كما هو، بل من اللازم أن نقوم يعني تعديلها في قائمة التخصصات. وثالثا علينا أن نترك مزيدا من الحقوق لاختيار الطلاب للتخصصات. حاليا مثلا بعض الطلاب لهم قدرة على تكامل أو الحصول على شهادتين في مثلا عند التخرج من الجامعة، فنعطي لهم هذه الفرصة والحق حتى يعني يرفع قدراته بشكل شامل، وهذا مفيد جدا. وفي النهاية لابد أن نشير إلى أن التعليم الصيني من اللازم يتمسك بالخصائص الصينية، يعني مثل أن الصين قد دخلت إلى مرحلة جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، إن الصين قد تسلك
أو سلكت وستسلك الطريق الصحيح ذات الخصائص الصينية وفي التعليم العالي الصيني أيضا. يعني لابد أن يجد طريقة خاصة له ويعني تلبية لدعوة ومتطلبات تطور الدولة والمجتمع. لذلك يعني إن تربية الأكفاء من اللازم أن يتواكب مع مطالب المجتمع الصيني. نعم طبعا. فبالإضافة إلى يعني تحديد المكان أو الموقع الواضح نعم للتنمية، وجدنا أن الجامعات المعروفة عالميا أيضا تلعب دورا مهما لربط مشروعاتها البحثية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية في بلادها وفي العالم بأسرها. نعم فأستاذ لي، وجدنا أن الجامعات الصينية قد بدأت هذه المحاولة نعم منذ سنوات أيضا، نعم حتى أسست بعض الجامعات شركاتها بنفسها لتنفيذ أو استخدام بحثها العلمي لخدمة المجتمع. فأستاذ لي، برأيكم الشخصي، كيف يعني تحاول الجامعات الصينية المزيد من الجهود لتقوية ربط بين بحثها العلمي واستخدامها لخدمة الشعب؟ نعم، هذا هو هدف من أهدافنا. يجب أن نبذل الجهود لتحقيقها بصورة كافية أو بصورة أسرع. ممكن نعترف أن دول متقدمة على رأسها أمريكا متقدمة في هذه الناحية، فيستطيع يحول، نقول أنه يحول التكنولوجيا والعلوم المبعوثة في الجامعات والمعاهد العليا، يحولها إلى مجالات استخدام صناعيا تكنولوجيا علميا، يعني إلى الاقتصاد الحقيقي. هذا الأمريكا يلعب دورا رائدا في العالم، ولكن حتى الآن ممكن أمريكا يعترف أيضا أنه لم يحقق إلى أقل من 30%، يعني من مجموع العلوم الموجودة في الجامعات والمعاهد العليا. السبب الجوهري، هناك في فرق، في اختلاف جوهري بين الجامعات وبين المؤسسات، لأن المؤسسات أصلها وظيفته الأصلية هي ربح وتشغيل، تشغيل ربح إنتاج، ولكن الجامعة أصلها هو تعليم، تعليم الشباب كيف يحول. هذا هو في الحقيقة، أصبحت هذا الخلاف أصبح عقبة، عقبة موجودة بين الجامعة وبين المؤسسات، ومهمته الآن كيف نحولها وكيف نتغلب أو نتجاوز على هذه العقبات. الأول من رأيي الشخصي، الأول ممكن يكون هناك ربط مباشرا أو غير مباشرا بين الجامعات والمعاهد العليا في الصين وبين المؤسسات والهيئات والمنشآت الصناعية في الصين، ممكن يكون هناك ربط. هنا الآن في مصطلح شائع هو التشارك، مثل درجات التشاركية، ممكن يكون لإقامة تعليم تشاركي، تشاركية بين الجامعات وبين المؤسسات. قد سبق لنا أن جربنا هذه منذ فترة، يمكن قبل أكثر من 10 سنين، في بعض التجارب ناجح، لا نقول أنه نجح، حققنا نجاحات 100%، لا، في بعض المجالات نجحنا. ممكن نواصل هذا الجهود، بذل هذا الجهود للتشارك في تعليم، هذا الأول. والثاني، ممكن يكون هناك يعني تبادل المعلومات بين الجامعات والمعاهد العليا من جانب، وبين المؤسسات والمنشآت الإنتاجية من جانب آخر، يكون تبادل معلومات، يحتاج ماذا هو موجود من العلوم عند الجامع، وماذا هو طلبات الحاجيات من قبل المؤسسات. هذا يكون ربط عضوي بين جانبين، يكون الثمرة العلمية من الجامعات يستخدم فورا عند المؤسسات. هذا ممكن يكون أحسن مما كنا في بعض الوضع. نعم، شكرا جزيلا لوجهة نظركم، شكرا جزيلا، ولسبب دقيق وقت ننتهي هنا. شكرا جزيلا، وشكرا أيضا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.